المحاضرة السابقة تحدثنا عن نقطتين رئيسيات. النقطة الأولى كانت عن الظهور اللاند ديزاين جول، وسولفنا عن اللي هو 4 جولز، الأهداف الرئيسية هي الفانكشناليتي والسكيلابيلتي والأدابتابيلتي والمانجابيلتي. وأيضا تحدثنا عن اللي هو اللاين ديزاين كونسنتريشن، كونسنتريشن ايشوز ذات وي شود تيك انتو اور اكونت وين وي ديسايد تو ديزاين اللاين اللي هو اريا نتورك. وقلنا في عندنا مصطلحات 2 رئيسيات رايحين نتعرف عليهم، اللي هي المين ديستريبيوشن فاسيلتي والانترميديت ديستريبيوشن فاسيلتي. قلنا انه المين كونسنتريشن انه ديسايد تو ديزاين لاند لوكال ايريا فير ذا كونسنتريشن وي should take into our account اللي هن function and placement of the server، وين بالضبط راح يكون عندنا موقع السيرفر داخل الشبكة في المبنى اللي احنا قاعدين نسوي بيه او بالكام اللي قاعدين نسوي بيه اللان تبعنا. collision detection issue should be taken into consideration، segmentation issue و broadcast domain issues، وحكينا عن الموضوع 3 شغلات الرئيسية في المحاضرة السابقة. وتركناكم عند اللي هي الـ server placement، the first consideration that should be taken into account. وقلنا إنه الـ server can be categorized into two distinct classes اللي هي enterprise server، وهي عادة تكون located in the data center. في عندنا الوقت الويب سيرفر هاي لوكيتد ان سبيسيفيك ديبارتمنت وذين ذا انترنت. اذا الفرق الرئيسي بيناتهم اللي هو الموقع اللي بتكون متواجد فيه هاي اللي هو الشبكه او هذا اللي هو السيرفر. الانتربرايز سيرفر سبورت اول ذا يوزرز اوف ذا نتورك باي اوفرينج سيرفيسز. قلنا هذا بيأدي لخدمة عامة لجميع اليوزرز اللي موجودين داخل الشبكة، هذا بنسميه اللي هو الانتربرايز سيرفر. بينما الورك جروب سيرفر سبورت سبيسيفيك سيت اوف يوزر باي اللي هو سبيسيفيك سيرفيس. اذا الفرق بين الانتربرايز سيرفر بين الورك جروب سيرفر هو الموقع اللي بتوضع بيه السيرفر. من حيث الموقع، وأيضا الفرق الثاني اللي هو الخدمة اللي بيقدمها هذا السيرفر. الانتربرايز سيرفر بيقدم خدمة لكل اليوزرز الموجودين داخل الشبكة، بينما الورك جروب سيرفر من اسمه هو بيقدم خدمة لجروب محددة، والجروب هاي المعينة أو المحددة أو المخصصة بيزودها في اللي هو بيزودها ب specific services لهم لهاي الظروف. ومن الأمثلة قلنا اللي هو word processing و file sharing، هذا اللي بيزودها اللي هو الويب سيرفر. بينما اللي هو ال enterprise server بيزودها مثلا email services، دومين نيم سيرفيسز، هاي تعتبر خدمات عامة لجميع المشتركين في الشبكة. حتى نحكي أكثر عن اللي هو الفرق بين الانتربرايز سيرفر واللي هو الورك جروب سيرفر، لازم يكون في عندنا معرفة تامة بالفرق ما بين الـ MDF اللي هي المين ديستريبيوشن فاسيليتي، وما بين مصطلح ثاني اللي هو Intermediate Distribution Facility. المين ديستريبيوتد فاسيلتي اللي هي MDF بصراحة، بينما الانترميديت ديستريبيوشن فاسيلتي
اختصار في بحث اللي هو الـ IDF. ناخذ شرح بسيط عن الفرق بين اللي هو المصطلحات الاثنين. في عندنا what is the main differences between the MDF و IDF. ال MDF اللي هي short يعني اختصار for main distribution frame اللي هي ال cable track cable اللي بيسموه عملية track that interconnect and manage the telecommunication wire between itself and any member of IDF. إذا أي member داخل اللي هو الـ IDF يتم الاتصال أو وصله من خلال اللي هو الـ MDF. إذا الـ internal lines للـ MDF يتم اللي هو التواصل من خلال اللي هو الـ IDF. معناته الـ IDF also stand for اللي هي قلنا الـ Interface أو الـ Intermediate اللي هي الـ Distribution Frame. وهاي الـ IDF اللي هي الـ Interface Device اللي هي الـ Intermediate Distribution Frame اللي هي الـ Free Stand for wall mounted track for managing and interconnecting the telecommunication cable between the end user devices and the main distribution frame. إذن المهمة الرئيسية لل IDF اللي هي intermediate distribution بمعنى المتوسط اللي بيكون موجود بين طرفين. المتوسط اللي بيكون موجود بين طرفين معناته تقول اللي بسوي لنا عملية connection between two points. ال points اللي بسوي لنا عندهم اللي هي connection اللي هي ما بين اللي هي ال user ال end user وال main distribution frame اللي هي ال MDF. كمان ناخذ فكرة أكثر وضوحا عن ال MDF وال IDF اللي هي في عندنا الـ main distribution frame where all your IDF and sub clauses go back to and where the core of the voice and data network for the building or campus is located. إذا MDF اللي هي main distribution frame اللي هي where all your IDF تكون من التكسير أو موجودة وبتقدم لها الخدمة من خلال اللي هو الـ MDF. إذا هذا الفرق الرئيسي بين الـ MDF والـ IDF. زي ما احنا شايفين عندنا هون بالرسمة الـ IDF اللي هي الانترميديات تكون متوسطة موجودة دائما بين اللي هي الأجهزة اللي مشبوكة مع بعضها البعض من خلال اللي هي الانتر كونكشن اللي هي الاي دي اف الانترميديات الانترميديات اللي هو ديستريبيوشن فاسيلتيز. وفي عندنا بالطرف على اليسار اذا على اليمين اسف اذا شايفين في عندنا برضو اللي هي الام دي اف الام دي اف اللي هي المين ديستريبيوشن فاسيلتي. على اليمين في عندنا برضه الاي دي اف تربط الاجهزه مع بعضها البعض تطلع من الكيبل تتصل مباشره بتطلع الان دي اف برضه بالوحده التحتانيه اللي هون في عندنا اللي هو الاجهزه كلها متصله مع خلال اللي هو الاي دي اف. وعلى اليسار الاجهزه كلها متصله من خلال الاي دي اف كلهم بكون لهم مع الـ MDF. إذا الـ MDF هو اللي بيسوي لنا عملية connection ما بين الـ IDF
والاي دي اف يسوي لنا عمليه كونكشن ما بين الاجهزه كامله اللي موجوده بالديبارتمنت او اللي موجوده في الجزئيه هاي من الشغل. اذا الترافيك اون ذا انتربرايز سيرفر، نرجع لموضوعنا الرئيسي، قلنا الانتربرايز سيرفر بيقدم خدمه لجميع اليوزرز اللي موجودين عندنا داخل الشبكه، مثل الايميل و الورك جروب سيرفر بيقدم خدمة لمجموعة معينة داخل الشركة. الآن بدنا نحاول نربط ما بين اللي هي الانتربرايز سيرفر that should be placed in the main distribution facility. طبعا ليش بتكون مربوطة مع اللي هو أو موجودة داخل اللي هو main distribution facility؟ لأن المين ديستريبيوتد فاسيلتي زي ما شفناه بالرسم على اليسار هي اللي بتربط قاعدة جميع الأجهزة الفرعية اللي مربوطة مع بعضها البعض من خلال اللي هو الـ IDF. إذا نيجي للـ Work Group Server اللي بيقدم خدمة محددة لمجموعة محددة داخل اللي هو الشبكة. هاي should be placed in اللي هي Intermediate Distribution Facility. إذا لازم تكون موضعة هون بالداخل. ليش تكون موضعة بالداخل عندنا هون أو هون أو هون؟ لأنه لما تكون موضعة هون بهاي المواقع الأربعة اللي أنا بأشتغل عليها، رايح من خلال موقعها هون أو هون أو على اليمين بالأعلى على اليسار بالأعلى للأعلى. إذا هون راح تقدم هي خدمة لمجموعة من الإند يوزر بعينهم، ما بتقدمها لأشخاص أو يوزرز ثانيين. الآن لاحظوا الـ MDF وين موقعها، لأن الـ MDF بتكون اللي هي مرتبطة مع الإيش؟ مع الإنتربرايز سيرفر، وهاي قلنا بتقدم خدمة لجميع المشتركين اللي موجودين داخل الشبكة. بينما الـ IDF بتقدم الخدمة من خلال اللي هي الورك جروب سيرفر، وبتوصلهم بتسوي عملية اللي هي الانتر كونكشن ما بين الاند يوزرز اللي موجودين عندنا في الجزئية هاي من الشغل. إذن by placing the work group server close to the user, the traffic only has to travel the network infrastructure. لمين؟ لل NIDF and doesn't affect other users on the intranet work network segment. إذن the work group هاي اللي server work group server لما تقدم خدمة من خلال اللي هو الـ IDF لمجموعة من اليوزر، ما بكون في عندنا تأثير على باقي الوحدات الثانية اللي فيها مجموعة أخرى من اليوزرات. ليش؟ لأنه كل مجموعة من اليوزرات تأخذ الخدمة تبعتها من اللي هو الـ Work Group Server بتكون موجود هنا. الـ Layer 2 LAN Switch Located In اللي هي بناء على الحكي اللي بنوصله بالـ MDF and الـ IDF should have at least 100 ميجابت بير سكند or more allocated to the server. إذا الـ Layer 2 switches اللي بتشتغل على الـ Physical Layer والـ Data Link Layer الطبقتين الأولى والثانية واللي بتكون located بالـ MDF أو الـ IDF عشان تربط الأجهزة مع بعضها البعض، لازم على الأقل تكون الـ Bandwidth تبعها اللي هو 100 ميجابت بير سكند. هاي في عندنا مخطط تمثيلي تروبيحي اللي هي توضيح الانترنت وتوضيح كيف بتكون وين الـ MIDF وين الـ IDF في الشبكة اللي قدامنا، وهي عبارة عن كوليدج، والكوليدج هاي موضعين فيها الانترنت بحيث تصل الاجهزه مع بعضها البعض، والانتربرايز سيرفر والجروب سيرفر بتقدم الخدمات للاجهزه اللي موجوده داخل
مجموعة الكوليدج هاي اللي هي الكابريلو كوليدج، والتوضيح هذا بوضح لنا، هي عبارة عن خريطة. هاي الخريطة بتوضح لنا كيف بده يصير في عندنا عملية تعاون ما بين اللي هي الام دي اف والاي دي اف، المين ديستريبيوشن فاسيلتي والانترميديت ديستريبيوشن فاسيلتي. كمان مرة بنعيد بنقول انه الاي دي اف سمينا عملية الانتر كونكشن ما بين اللي هي الأجهزة الموجودة داخل الوحدة السلم، وهذا يتم من خلال اللي هو تقديم الورك جروب سيرفر. والمين ديستريبيوشن فاسيليتي هي اللي بتقدم او توصل لنا الاي دي اف، مجموعات الاي دي اف مع بعضها البعض، وبتوصل اللي هو الانتربرايز سيرفر اللي بتقدم لنا خدمة عامة لجميع اليوزرز اللي بيكونوا موجودين عندنا داخل الشبكة. إذا هون في عندنا اللي هو الاي دي اف 1، اي دي اف 2، اي دي اف 3، وهون الازرق اللي لون ازرق مربع لون ازرق اللي هو الام دي اف اللي قاعد واصل لنا الاي دي اف 2 اي دي اف 3 اي دي اف مع بعضهم البعض مشان يشتغلن مع اللي هو الانتربرايز سيرفر واللي بيقدم خدمة لجميع اليوزر اللي موجودين عندنا اللي هو الشبكة هاي اللي بتمثل شبكة كلية اللي هي توضيح للـ MDF زائد اللي هو الـ IDF. أيضا من الاعتبارات اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار أو ناخذها حسابات رئيسية زي ما ذكرنا في بداية الوحدة بتاعتنا، قلنا أول شيء لازم يكون في عندنا اللي هو توضيع السيرفرات، الشغلة الثانية اللي هي برودكاست دومين والكولجن دومين. سيجمنتيشن اللي هي عملية تقسيم الشبكة، طبعا حتى يتم تقسيم الشبكة تبعتنا زي ما احنا شايفين عندنا هون بالمثال انه تم تقسيمها الى 4 اقسام رئيسية. هاي التقسيم ما بيجي بشكل عشوائي، لانه هو بناء على تنظيم معين يكون بيهدف الى سريان الداتا داخل الشبكة بتنظيم بحيث يكون في عندنا استغلال للباندويث اللي متوفر عندنا بالشبكة، وأيضا يكون في عندنا اللي هو اعتبار للكولجن دومين. واعتبار الكولجن دومين هو إنه لما إحنا يصير في عندنا توزيع للشبكة ل4 أجزاء، معناته إمكانية حدوث الكولجن في الشبكة تكون قليل. ليش؟ لانه احنا اصلا قسمنا الشبكه تبعتنا ل4 اجزاء، وبالتالي لو كانت الشبكه كلها مع بعضها البعض شبكه واحده، اذا راح يكون في عندنا احتماليه حدوث التصادم بين الداتا اللي يتم ارسالها في اللحظه الواحده تكون نسبتها عاليه جدا. اذا من خلال السيجمنتيشن، عمليه التقسيم للشبكه لاجزاء اصغر، بصير في عندنا اللي هو creating smaller collision domain, reduce the number of collision on LAN segment and allow for a greater utilization of bandwidth. إذا الهدف الرئيسي من إنه إحنا يصير في عندنا segmentation، وبالتالي إحنا يصير في عندنا تخفيف أو تقليل للكوليجن دومين، إنه يصير في عندنا استخدام صحيح للباندويث. الان الباندويث اللي هي السياره الكليه اللي متوفره عندنا بالميديا مشان عمليه نقل داتا، اذا احنا استخدمنا الريسورس هذا في اعاده ارسال الداتا مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، لما يصير في عندنا كوليجن، والكوليجن بتطفو لما يصير في عندنا تصادم بين الباكتس، يصير في عندنا ضروره لاعاده الارسال مره ثانيه. بما انه راح يصير في عندنا اعاده ارسال مره ثانيه لهذه الداتا الضايعه، اذا راح يصير في عندنا استهلاك للريسورسز. اذا احنا صار في عندنا استخدام غير صحيح لمين؟ للعنصر الرئيسي اللي احنا بنرتكز عليه كثير اللي هو الباندويث. والباندويث لما احنا نستخدمه بشكل صحيح، اذا احنا بتكون في عندنا بيرفورمانس للشبكه تبعتنا هاي،
يكون performance عالي جدا. اللاير 2 ديفايسز اللي بتشتغل على الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير زي اللي هي البريدجز والسويتشز كان بي يوزد تو سيجمنت اللان انتو سمولر كوليجن دومين. اذا من الاجهزه اللي احنا بنستخدمها واللي اخذناها احنا عندنا بالوحده الاولى اللي هي الديفايسز اللي بنستخدمها بالشبكات اللي هي اللاير 2 ديفايسز مثل البريدج والسويتشز، هاي احنا مينلي بنستخدمها مشان نسوي لنا عمليه تجزئه للشبكه، يعني بتجزئ الشبكه الكبيره لاجزائيات اصغر. طبعا بالبراكتيكال للناس اللي مهتمين بالموضوع هذا انهم يتخصصوا اكثر في الشبكات عملي، رايحين يلاحظوا انه ضروري جدا انه تعرف كيف تربط السويتش والبريدج، كيف تسوي له كونفجريشن خاص بيه بحيث انه يؤدي وظيفه اللي هي سيجمنتيشن او عمليه تقسيم الشبكه الى اجزائيات اقل. الشيء الثالث اللي احنا بدنا ناخذه، اذا احنا الان تولفنا عن اللي هو الكوليجن دومين، الان رايحين نسولف عن البروكوست دومين. اذا تعرفنا اول شيء عن السيرفر بليسمنت، وين راح يكون مواقع السيرفرات بشكل عام في الانترنت نتورك. الان سولفنا عن اللي هو عمليه السيجمنتيشن تقسيم الشبكه الى جزئيات اصغر. الان نسولف عن اللي هو مشان تسوي عمليه كوليجن دومين اقل، لان نسولف عن البرودكاست دومين. البرودكاست دومين هي بترجع للست اوف ديفايسز ذات ريسيف ا برودكاست داتا فريم originating from any devices within the segment or subnet. الآن في بداية توضيع الشبكة حتى يتم الإعلان عن الأجهزة وين موقعها بالضبط عشان نعرف شو الـ IP address تبعها داخل الشبكة، وعشان نعرف أيضا الماك address تبعها، بصير في عندنا عملية اللي هي بث لجميع الأجهزة اللي موجودة داخل الشبكة. الالتقاط بهذا البث من باقي الأجهزة هو عادة بيكون زي بلس صغير، هذا البلس بيكون يحتوي على معلومات عن اللي هو بالهيدر تبعت البلس، بيكون بيحتوي على معلومات عن الديفايسز اللي أرسلت هاي البلس، وبالتالي يتم تكوين على سبيل المثال اللي هو الراوتينج تيبل او التيبل اللي بتكون داخل السويتشز اللي من خلالها بتتم عمليه ارسال الداتا او بين تو اند بوينتس، بحيث تكون معنونه بالعناوين الرئيسيه اللي هي الماك ادرس، او اذا احنا بدنا نطلع من خلال الراوتر اللي هو الموجود عندنا فوق راح يكون عندنا بناء لل IP addresses table بتابع لجميع الأجهزة اللي موجودة عندنا داخل الشبكة. إذن الـ Layer 2 devices such as bridge and switches reduce the size of the collision domain، لكن اللي هي do not reduce the size of the broadcast domain. إذن لما يصير في عندنا إحنا تقسيم للشبكة باستخدام الـ switch أو الـ bridge، هو بيسوي عملية تخفيف للـ collision domain اللي هو minimizing للكولجين دومين، لكن ما بيسوي عملية تخفيف reducing اللي هو البروكوست دومين، لأنه باقي الأجهزة كل الأجهزة راح تسوي عملية إرسال للبلس في حال اللي هو تكوين أو في بداية تكوين الشبكة. طيب شو اللي بيسوي لنا عملية اللي هو reduce الراوتر reduce the size of collision domain and the size of the broadcast domain at their agreed. إذا الراوتر تحديدا اللي هو يتم من خلاله عنونة الرسائل إلى اللي هي إن بوينت معينة أو إن يوزر معينة، يتم استقبال هاي الداتا فقط من الإن يوزر نفسه، باقي الإن يوزر ما بيستقبلوا هاي الداتا، وبالتالي شو اللي بصير عندنا؟ بصير في عندنا كنترولينج على وين في devices should send its data، هاي وحدة. الشغلة الثانية انه اللي بيستقبل الداتا بيكون فقط هو اللي معنون له
انه هاي الداتا تصل له من خلال اللي هو الاي بي ادرس. وبالتالي احنا قلنا انه البريدج والسويتش سوينا عمليه تخفيف لكل دومين، لكن احنا بنستخدم اللي هو الراوتر مشان نسوي لنا عمليه تخفيف لمين؟ للبرودكاست دومين. وبالتالي هون لما نكون احنا ماخذين بعين الاعتبار انه اول شيء مواقع السيرفرات، اثنين الكوليجن دومين من خلال اللي هو عمليه السيجمنتيشن للشبكه تبعتنا، وايضا اللي هو عمليه وتوضيع للراوتر بالشكل الصحيح حيث يشكل عندنا البرودكاست دومين، نضمن نكون البرفورمانس تبع الشبكه عندنا بالشكل المطلوب وبشكل اللي هو مرضي. في عندنا اللاند ديزاين ميثودولوجي، في عندنا صحيح فور مين ميثودز نحن بنستخدمها في عمليه اللي هي اللاند ديزاين. في عندنا اول شيء اللي هو الكوربوريت ستراكشر، البيزنس انفورميشن فلو، ابلكيشن انيون، والكرنت توبولوجي، والبرفورمانس كاركتر اوف اللي هي الكرنت كبير. هاي بالنسبة رقم واحد او بالستيب رقم واحد اللي احنا بنستخدمها في عملية اللي هو الديزاين. في اللي هو الواحد اللي هي gather requirements and expectation، بالميثود رقم اثنين اللي هي عملية analyze requirements and data، بالستيب رقم ثلاث للديزاين ميثودولوجي رقم فوق عندنا اللي هو الديزاين لاير واحد واللاير اثنين واللاير ثلاث داتا ستراكشر او توبولوجي. طبعا احنا بنشوف عن الفيزيكال لاير الداتا لينك لاير والنتورك لاير which are the most important layers that should be taken into consideration when we are going to make the design. Okay, then we define the logical and physical network implementation. وهذا ضروري جدا نكون في عندنا ترسيم واضح اللي هو مكونات الشبكة كاملة. الرسم الأولى اللي هو الفيزيكال، والفيزيكال بوضح لنا موقع كل جهاز داخل الشبكة، واللوجيكال توبولوجي بوضح لنا مجموعة الأجهزة اللي بتكون موجودة في كل سيجمنت، زائد اللي هو بيكون موجود عندنا العناوين الرئيسية زي الـ IP address وزي اللي هو الـ MAC address. إذا هذول الميثود الأربعة اللي إحنا بنستخدمهم أو الستبس الأربعة الرئيسيات اللي إحنا بنستخدمهم في الميثودولوجي تبعنا. طيب احنا بنوقف ان شاء الله عند اللي هو Layer 1 Design، وفي المحاضرة القادمة راح نعطيك تفصيل أكثر عن Layer 1 و Layer 2 و Layer 3 Design، نتعرف عليهم كيف احنا في عين الاعتبار وبننسق هاي الليرات الثلاثة في عملية تصميم اللان أو الـ Internal Design. لغاية هون مين في عنده أي سؤال أو استفسار عن محاضرة اليوم؟